يا الله، السلام عليكم ومرحبا بكم طلابنا الاعزاء، طلاب الصف السادس الاعدادي، وبعدنا باليونت الثالث، ولو تونا دخلنا باليونت الثالث. اوكي، الدرس الثاني عندنا زيرو كونديشنال. زيرو كونديشنال اللي هي الاف الشرطيه. اوكي، الاف الشرطيه شنو يعني؟ اف من اسمها شرط، اذا. اوكي، هنا الاف الشرطيه عندنا اربع انواع، عندنا اربع انواع الاف الشرطيه اللي هي زيرو كونديشنال، فيرست كونديشنال، سكند كونديشنال، اند ثيرد كونديشنال. سو توداي ويل توك اباوت زيرو كونديشنال. هسه راح نحكي لكم على الزيرو كونديشنال، وبعدها على الفيرست اكيد، وبعدها على السكند وعلى الثيرد اسئله وزاريه، ونسويها لكم الماده طحين. اوكي، قبل لا ابدي اريد تعليقاتكم الحلوه، مشاركاتكم للفيديو، بعد رابط قناة التليجرام راح تلقون بيها أكيد أسئلة على المواضيع، على موضوع هذا أو على مواضيع أخرى، فاشتركوا بالقناة التليجرام وخلونا ننطلق هسا وياكم. أوكي، زيرو كونديشنال للإف أو الحالة الصفرية. الحالة الصفرية الأولى، قبل لا نبدأ بالحالة الصفرية الأولى خلينا نشوف الجملة بالإف الشرطية شلون تتكون. الاف شرطية يقول الجملة التي تتكون على اف شرطية، الجملة اللي بها اف، فور اكزامبل هاي الجملة بها اف، شو نسميها؟ تسمى جملة شرط. شو نسميها؟ نسميها جملة شرط. اوكي، بعد اما الجملة الثانية شو تسمى؟ جواب شرط. وقلنا الاف شنو معناها؟ الاف معناها اذا، الاف معناها اذا يعني بها شرط. اوكي، اذا قعدت الصبح راح اروح وياك، هاي سالفة تبحت. تمام، نقطة اثنين، اف يمكن ان تأتي وين؟ في بداية الجملة، وكلش طبيعي. وين تجيني؟ بداية الجملة، وتكون فارزة بعد الجملة الأولى، هاي الفارزة خليناها هنا. هسا الاف تجيني بالبداية لازم يكون هنا عندي فارزة. تمام، قلنا احنا الاف الشرطية الصفرية، حالة الصفرية. شنو هاي الحالة الصفرية؟ الحالة الصفرية تستخدم الصفرية للتحدث عن شنو؟ عن الحقائق العلمية والروتين اليومي. حقائق العلمية تعرفونها؟ اوكي، حقائق العلمية والروتين اليومي، روتين الممل اللي هو أكل نام لعبه، روتين ممل. تمام، نجي قاعدتها يقول الصفرية present symbol بpresent symbol. طبعا هي شيء، منين تتكون الاف؟ تتكون من جملتين، واحدة تسمى جملة الشرط، واحدة جواب الشرط، من جملتين. تمام، هسا هاي جملة اولى وهاي جملة ثانية، ذني جملتين. اوكي، جملتين اثنينهم بيا زمن present symbol اللي هو المضارع البسيط، اثنينهم بالمضارع present symbol، مضارع بسيط present symbol. استاذ بالغيرة قذنة، شنو المضارع البسيط؟ المضارع البسيط يا عيني ببساطة هو فاعل، فعل يكون مجرد إذا كان الفاعل جمع، أو ياخذ أس الشخص الثالث إذا كان مفرد. بعد استاذ وضح لنا الاسم نور. أوكي، مفرد لو جمع؟ مفرد، وربعة يزفونه اللي هي شي وهي وإت، لو الربعة يزفونه. أوكي، بعدها إذا جاني هذا الاسم المفرد، حتى الات دير بالكم اكثر شيء الات، راح يكون الفعل زائد فعل بي اس، نسمي اس الشخص الثالث. تمام، اذا كان الفاعل مفرد نخلي اس الشخص الثالث. زين، اذا كان جمع وربعه يزفونه، فور اكزامبل حسن اند علي، هذول مفرد، هذول جمع، فراح يكون الفعل مجرد. تمام، اللي هنا اوكي. اوكي، ما اريد نطول بالشرح، موضوع المضارع البسيط موجود وراح اخليه بقناتي، او العفو بصندوق الوصف راح اخليه حتى تراجعه وتشوف شنو المضارع البسيط. اوكي، بعد المضارع البسيط عندي اذا اجى، تعال هنا، اذا اجى الفاعل مفرد راح الهاف تصير هاز، عندي هاف بالمضارع البسيط تصير هاز. اوكي، وعندي فعل بي، الفعل بيكون اما از او ام او ار، هاي ار هنا. اوكي، ار ذني ثلاثة. زين، اذا مفرد
خلي is. إذا I ضمير I أنا خلي am. وإذا جمع خلي are. تمام؟ أوكي والله ما كانها تمام السالفة. لأن هذا الموضوع من المضارع البسيط شوي طويل ومعقد وبيه هواي سوالف. فروحوا له تلقون بصندوق الوصف هسه. روح شاهده وتعال بلش. أوكي طلابنا الحلوين الأبطال، طلاب السادس خلي نجي نحذني أمثلة وزارية جايتني. If he clock طبعا هاي بين قوسين clock. أوكي أي فعل بين قوسين، أي فعل بين قوسين راح يكون مجرد. أوكي تصدي بداخل قوسين مجرد، بس من يطلع لا ياخذ غير حال. أوكي if he clock on the icon the computer هاي بين قوسين save his documentary قايل لي زيرو conditional مالك علاقة بالحكي. هسه نجي نحكي واحد واحد. if he هي مفرد لو جمع؟ هي مفرد. اوكي شنو شفت ثاني؟ اوكي شفت اف اف الشرطيه او حتى ما شفته. اجي ضروري هنا 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 ضروري قال لي زيرو كونديشنال بمعنى شو يريد؟ يريد الحاله الصفريه. اقول اوكي الحاله الصفريه هي مضارع بمضارع. تمام تعال لي سولف لي بالمضارع شنو هو. اجيب الاف تنزل خلصنا منها، اللي هي نزلت خلصنا منها. كلوك شو تصير؟ كلوك نخلي لها اس. ليش؟ لان هذا مفرد. الاس هاي يسمي اس الشخص الثالث عافيه. اون ذا ايكون كمبيوتر هاي الكما ما انساها. ذا كمبيوتر وصلت كمبيوتر مفرد لو جمع؟ كمبيوتر مفرد نرمز له بالرمز ات بالضمير ات العفو. فسيف شو يصير؟ يصير سيفز. تمام قال لي زيرو كونديشنال ومنطيني هنا اختيار وهنا اختيار. اجي زيرو كونديشنال اثنين شلون اعرف ان جملتين؟ اعرفها من هاي الكومة بالنص الجملة الاولى والجملة الثانية اثنين بالمضارع البسيط. تمام اوكي هنا عندي الفاعل مفرد فخليت اس نسميه اس الشخص الثالث. راجع المضارع البسيط موجود بصندوق الوصف. اوكي هنا الجملة الثانية ايضا مضارع بسيط كمبيوتر مفرد ياخذ الضمير ات فخلينا اس ونسمي اس الشخص الثالث وتكمل الجملة يا محفوظ السلامة وتخلي لي نقطة هنا. تعام شو السالفة؟ ما ادري تمام لا هي تعالي لا هي تمام. اوكي بين if you not بين قوسين منطيني water. water هنا فعل اجتني محل فعل water معنى ما، بس هنا اجتني water معناته يسقي. تمام not منطيني معناته يريد الجملة منفية. منطيني هنا ومنطيني هاي الجملة هنا كوما الجملة الثانية منطينيها كاملة منطينيها بالتصريف منطينيها العفو بها فعل بالفعل اس وقال لي correct ما قال لي zero conditional. ليش؟ لأن منطيني هنا if ومنطيني هنا بالجملة الثانية مو جملة if منطيني فعل بس بمعنى هاي الحالة هاي الحالة بس بالصفرية تصير اللي هن هنا مضارع بسيط وهنا مضارع بسيط. أما الحالة الأولى والثانية لا راح تكون هاي الجملة بيها if ديش بيها will هاي بيها if ديش بيها would. أوكي بس بالحالة الصفرية هنا if العفو هنا if ومضارع بسيط وهنا بالجملة الثانية مضارع بسيط. فهنا نوت أجي أقول if الفاعل جمع لو مفرد جمع. في حالة الجمع شو نسوي إذا أريد نسوي نفي؟ قلت لكم أنا وشارحة بالمضارع وبكل الأزمنة في حالة النفي نضع أداة النفي نوت وين؟ على الفعل المساعد. عندي فعل مساعد هنا؟ لا ما عندي. أوكي ويا زمن جملة مضارع بسيط في حالة النفي مضارع البسيط نضع أداة النفي نوت على الفعل المساعد. أما دو أو داز إذا دو إذا جمع نخلي دو وإذا مفرد نخلي داز. هذا اليوم من ضمائر الجمع فخلي دو وتصير دونت دونت ووتر. if you don't water إذا أنت ما تسقي the plant النبتة. أوكي خليك كوما أي شيء يصير إذا ما سقيته شرط هذا إذا ما تسقي النبتة أو ظاهرة طبيعية it dies راح تموت. يا عيني اسقوا نباتكم نبتة مالتكم اسقوها مو تخلونها بدون ماي. إذا ما سقيتها أنت يسقيها غيرك
فسقيها انت. تمام. ثلاثة، if she studied hard خلالي هنا كما she هذا اي she passed the exam وقال لي zero conditional. لاحظ هنا، لاحظ لاحظ عزيز المشاهد. اوكي، اذا انطاني فعلية بين قوسين راح يقول لي zero conditional، اذا ما انطاني يعني انطيني فعل واحد بين قوسين واحد صحيح يقول لي correct. فانتبهوا لهذه الملاحظة. if she study صير studies، خلي اس كملت الجملة. she passed هذا يصير با وخلي هنا es راح يصير، وكمل الجملة الى النهاية. بس الافعال هنا صير بهن اللعب. اوكي نجي لاخر واحدة، if i بين قوسين b. تمام. late my father هم b. اوكي angry زي اللي قال لي zero conditional. تمام. عندي البي، البي مساء كتبنا قاعدة البي بالمضارع البسيط يكون اما is اذا كان مفرد، او am اذا كان الفاعل i، او are اذا كان جمع. ذني البي تقاسيم بالمضارع البسيط. تمام. الاي هسه هنا عندي بي تقول i am، خلصنا منها. if am late اذا انا متاخر، my father be، my father مفرد لو جمع، father واحد هو ابو واحد مفرد، فالبي هنا راح يصير is angry تنتهي الجمله. اوكي لهنا خلصنا zero conditional. اوكي يا ابطال السادس، ابو الشباب ام الشباب، لا ام الشباب ما يصير، ابو الشباب البطله. اوكي راح نجي لل first conditional. first conditional هنا شوية مختلفة عن الزيرو كونديشنال. اوكي فيرست كونديشنال احنا نجي الاف هسه. اف اف شنو معناها؟ اف معناها اذا، اذا معناتها اداة شرط. اوكي اذا قاعدتها مضارع بسيط وعرفنا المضارع بسيط شنو؟ اوكي زائد فاعل will can may، will فاعل بالجملة وهنا ما لنا علاقة يكون مفرد أو جمع. فاعل will can may، أي واحدة من ذن will can may فهي صحيح. أوكي زائد فعل مجرد. ذني ال will وال can وال may يدلل على حدث راح يكون بالمستقبل. أوكي إذا هسه شرط عليك، شرط أقول لك إذا تتابع درسي للنهاية راح تحصل جائزة وهي النجاح. إذا شرط هسه مضارع، اذا النتيجه وين تكون؟ بالمستقبل. تمام نجي تشيك ذن الجمل الاولى، ذن جمل وزاريه. نمبر 1 اف ات بي، طبعا هاي هم بين قوسين ايش طلعت هاي اليوم. اوكي اف ات بي سني تومورو اي ويل، ويل مستقبل وراها فعل ما له علاقه منها، له علاقه هنا اف it بي شو يصير؟ is. اوكي انا على اساس خليت is؟ هنا ايش قايل لي هو بين قوسين بالوزاري؟ قال لي correct صحح. اوكي ما قال لي لا first conditional لا zero conditional، شلون عرفتها انا؟ عرفتها من الجمله الثانيه شنو بيها؟ will. بس شفت will هنا بعد ما له علاقه بالسالفه كلها، شفت will قلت هاي first conditional. هنا if طبعا ما يجن اثنينهن، يعني ما تجي هنا ول وهناك ول، او اف هنا وهنا اف، لا هسه هنا ول، عفوا هنا عندي اف هنا ول، بس شفت هاي الول قلت هاي فيرست كونديشنال، فيرست كونديشنال بالمضارع البسيط، فالبي يصير از لان الفاعل مفرد، واكمل ثاني واكمل الجمله الى نهايه، ما عندي اي مشكله فقط بهذا. وين يجيني هذا؟ قلنا بالسؤال الثاني. اوكي اثنين، if you come around I help you with. اوكي وقال لي correct، شنو قال لي؟ correct. هم ما قال لي لا first conditional لا second لا third لا zero، منين ارجع اعرفها؟ ابا للاف، شفت الاف؟ اوكي شفت بعده فاعل جمع وبعده فعل،
فعل شو يكون هذا؟ لازم يكون مجرد لا ماضي ولا بيئة، حتى لو بيئة اسم ما لنا علاقة به، هم مضارع يعتبر، ما دام مضارع تمشي الأمور. فكم مضارع؟ أوكي، هنا عندي إف وعندي زمن مضارع، هنا شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هنا will، بس أجيب will وأخليها وتنتهي السالفة. will can أو may، أي واحدة من ذين الثلاثة خليها قبل الفعل، هذا فعل مجرد، فراح يكون حلي صحيح. تكون will help، I will help you. أوكي. ثلاثة، if he not get good mark، if he not get good mark يعني درجات زين إذا ما حصل. أوكي. In the exam his father be happy or be sad. شو بالعكس صار الجملة. أوكي. If خليته أروح أشيك الجملة الثانية منطيني بها والله ما منطيني، فلازم شي يقول لي، راح يقول لي first conditional، وهنا منطيني first conditional. إذا الفعلين أو الجملتين مبهمة يعني بين قوسين، فلازم يقول لي first conditional second conditional third zero conditional. بس إذا أعطاني إشارة بالجملة الأولى مثلا will أو can أو may وهنا if، أقول هاي first conditional. زين، انطاني هنا الفعل، الفعل هنا بزمن المضارع البسيط وعندي if، وهنا الفعل بين قوسين مثل هاي، فراح أقول خلي will أو can أو may. تمام؟ أوكي. بعد نجي نسولف if he، عندي not تصير doesn't من ساحتينا، ليش؟ راجع مضارع البسيط حتى تعرف. doesn't get good mark. اوكي. in the exam كل الجملة نفسها ما بيها مشكلة، خليها لك كومة هنا. his father be will be angry، مو هبي، will be angry أحسن. يقول if he doesn't get good marks، إذا ما حصل على درجات زينة، his father أبوه إيش راح يكون؟ will be طبعا إذا be هنا راح تكون نفسه، لأن ال will يجيني بعدها فعل مجرد، will be هي أصلا مجردة. will be angry راح يكون angry، أبوه غاضب. عندنا بعد ملاحظة على ال endless، هم راح نشرحها لكم. تمام، خليكم ويانا بين ما نمسح صبر ونشرح لكم قاعدة إلس. شو نستخدمها؟ طبعا إلس، تعال هنا وياي، إلس ما لم معناها، إلس معناها ما لم، ما لم يمكن استبدالها بإف، نقدر نستبدلها بإف بس شرط، شرط تغيير الجملة من منفية إلى مثبتة. يعني بهاي الحالة إف تجينا منفية، نخلي الإلس هي ما لم، إلس بحتها هي أداة نفي. أوكي، فترجع الجملة مثبتة. خلي نشوف هنا. اوكي، if نفسها مطين الجملة، if he doesn't study hard he will fail this year، ومطين جملة قال لي use الليس، استخدم لي الليس. اوكي، هنا شنو عندي؟ هنا عندي نفي. تمام، فمن اخلي الليس، العفو، من اخلي الليس تجين وين بدال الاف؟ ان ليس، ان ليس معناتها ما لم. هي اوكي، ترجع استديز هارد، رجعت الاصلها. تمام، يعني الجمله مثبته رجعت. اوكي، هي ويل فيل ذس يير، ما عندي مشكله به، فقط النفي رجع الى اصله. هنا عندي لوسي كانت باي ا نيو كار، لوسي ما تقدر تشتري سياره جديده. اوكي، هنا الاف اقلبها الى ان انلس، ما لم شي هنا دازنت تطير. اوكي، ليش؟ لان قلنا اذا خلينا انلس المنفي ترجع مثبت، انلس الهاف
في حاله المفرد اذا كان الفاعل مفرد شو نسوي له؟ رجع الى او حول الى has. has enough ونكمل الجمله كلها ما عندنا مشكله بها. تمام، هاي مثالين بسيطات على الليست. تمام، ارجع واقول قناتي موجوده برابط الوصف بها تمارين وامثله كثيره على المواضيع. شكرا لكم، تحياتي وتمنياتي لكم بالنجاح الباهر.